بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات جاء تفسيرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أذكار كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته، فيها الأجور الكثيرة المضاعفة. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه فقال: بما تحرك شفتيك؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أخبرك بأفضل من ذلك بذكرك الليل والنهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. والحمد لله كذلك، فتقول: والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. إذن هذا الذكر ميسر بإذن الله تعالى. تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ومثلها تقول الحمد لله، تكررها مثل هذا التكرار. ولا تنسى أن تتعلمهن وأن تعلمهن غيرك، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى. فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى.